خير مشاهدينا ومشاهدي قناة الحياة في كل مكان، أهلا بيكم. فقرة جديدة مميزة من طبيب الحياة. هتفضل الابتسامة أول حاجة بتقع عينينا عليها لما بنشوف حد، وبصراحة ساعات بتعبر كتير قوي عن جمال وشنا أو جمال الوجه بشكل عام، وساعات بنحب حد أو بنكره شخص تاني من شكل أسنانه، وساعات بتعقد ناس كتيرة قوي، يعني بيحطوا إيديهم على شفايفهم عشان يداروا ابتسامتهم. النهاردة هنتكلم عن عالم تجميل الأسنان، وهنشوف يعني إيه أصلاً تجميل الأسنان ومشاكل اللثة، وهنتكلم كمان عن مشاكل التركيبات الثابتة والمتحركة. هنتكلم على كل ما يخص عالم تجميل الأسنان مع الدكتور اللي وحشنا وحشتنا معلوماته جداً جداً، دكتور أحمد السباعي، أخصائي تجميل الأسنان وعضو رابطة الأسنان بالولايات المتحدة الأمريكية، وأيضاً عضو الجمعية الأمريكية لتجميل الأسنان. أهلاً بيك يا دكتور أحمد. زي حضرتك وزي الوالد. تمام. دكتور أحمد، في البداية زي ما قلت في الانترو بتاعي، تجميل الأسنان يعني ده عالم كبير قوي ومتفرع منه تخصصات كتيرة قوي، بس في البداية يعني ايه تجميل الأسنان؟ يعني ايه اجمل شكل اسناني؟ بص، انت قلتي كلمة حلوة قوي، تجميل الأسنان او أسناننا عموما بتدينا جزء كبير قوي من انطباعنا عن الشخص اللي قدامنا. يعني فعلا اتعمل عليها دراسات من دكاترة نفسيين ودكاترة أسنان مع بعض، وجدوا ان الفيرست امبريشن او الانطباع الاول اللي انا باخده عن اي شخص 60 او 70% منه مبني على شكل ضحكته، بيضحك، بيتكسف، بيخبي بقه وعلى طول مكشر. يعني بيدي انطباع كبير قوي عن الشخص اللي قدامي، ده شخصيته عامله ازاي. حتى ممكن يكون هو ما بيضحكش، بس مع ان هو من جواه شخص يعني كويس جدا ومرح، روحه حلوه يعني. بالظبط. كتخصص بقى تجميل الاسنان طبيا، هو ايه في الفتره اللي فاتت دي في العالم كله ابتدوا يهتموا ان انا مش مجرد ان انا عايز اما اجي حد ناقصه سنه او ضرس انا عايز اعوضها له وخلاص، لا انا عايز اعوضها له والناس ما تبقاش يقول له انت مركب حاجه، انت عامل حاجه صناعيه. بالظبط. فتجميل الاسنان كتخصص شامل حاجات كتيرة جدا في مجال طب الأسنان، يعني منها الزراعة، منها التجميل، التركيبات، علاج اللثة، كل ده يعتبر من أنواع التجميل. كتخصص فعليا هو للأسف لسه ما بقاش موجود في مصر معترف بيه كتخصص، يعني موجود لسه بس في الجامعات العالمية، موجود في جامعات زي في أمريكا في UCLA، في إنجلترا في جامعة مانشستر، لكن لسه في الجامعات المصرية للأسف ما بقاش تخصص منفصل. بس هو كتخصص لا موجود يعني. بس ايه فكرتنا كدكاترة السنان؟ انا الفكرة ان هل لو انا رابط نفسي ببلد واحدة؟ لا طبعا، المفروض نكون مطلعين على كل دول العالم. يعني دكتور السنان طول حياته بيفضل يذاكر يعرف ايه الجديد. ما بتتخرجوش خالص يا دكتور للاسف يعني. خلاص بقى خلصنا الجامعه والكليه فخلاص. لا طبعا، دكتور الاسنان الشاطر هو لازم يفضل طول حياته مطلع متابع. والفكره احنا مركز بريدج اللي انا بمثل جزء منه خبرته 30 سنه. طب ايه اللي خلاه يكمل 30 سنه؟ فكره ان احنا على طول مستمرين في ان احنا بنبحث نشوف ايه الجديد. الاستمراريه دي جايه من احنا كل شويه ندور على ايه الجديد اللي نازل في عالم الاسنان. طيب احنا عايزين بقى دكتور نعرف الجديد اللي نازل في عالم تجميل الاسنان، وخصوصا ان في ناس كتير قوي بتخاف تقرب من اسنانها يعني، وعندها هوس كده او فزع، لا سناني يبقى في الم، يبقى في مشاكل. بالزبط. يبقى افضل طول حياتي متعذب، لا خليها زي ما هي بمشاكلها، ولو جت على الشكل مش مشكله. فايه الجديد بقى؟ الجديد كله طبعا ان احنا بندور حته الالم دي من اكبر المشكلات اللي بتخوف الناس من دكتور السنان. انا اقعد في البيت واخد مسكن احسن ما اروح لدكتور سنان، افضل شكلي وحش بس ما اروحش لدكتور سنان. الابحاث الجديده وكل التقنيات الجديده اللي نازله في عالم الاسنان وظيفتها الاولى ان هي تسهل على الدكتور وعلى المريض، تقلل الوقت، رقم اتنين تقلل قصه الوجع. قصه ان انا لازم البيشنت اللي بيجي لي او المريض اللي بيجي لي لازم هيتوجع النهارده عشان ياخد حقنه بنج. بقى في اجهزه وتقنيات كتيره جدا 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 بتسهل القصه دي. ده جهاز جديد ده يا دكتور؟ الجهاز ده اسمه سبكترو فوتوميتر، اسمه رخم شويه بس ده سهل لنا في الوقت كتير جدا جدا جدا. بدل ما دكتور الاسنان كان هو اللي بيقعد ينقي بعينيه لون السنان، ساعات بتتظبط ساعات لا، حتى العينين مدربه جدا. بس هي الفكره برضو في احنا بشر يعني في احتماليه الخطا وارده. الجهاز دوت بقدر عن طريقه اعرف لون السنه بالظبط ايه، يعني نسبه الايرور فيه لا تتعدى 1%. نسبه الايرور في العين البشريه حوالي 7-8%، اعلى كتير يعني. فرق بالنسبه لنا ده فرق كبير جدا يعني. فطبعا سهل عليا وعلى المريض قصه كبيره جدا. اوكي، يعني ده اللي بيختار لون الاسنان نفسه. بالظبط، مش العنصر البشري اللي ممكن فيه نسبه. بالظبط، ان انا لو عندي سنه مفقوده او حاجه في الوش لازم تبقى كوبي بيست من السنه اللي جنبيها، ما ينفعش. بالظبط، حتى لو لونها مصفر شويه او مش فاتح قوي ده بيعرف يجيبها لي بالظبط بالحرف.
ده حتى لو ده يعتبر من احدث الاجهزه دول، من احدث الاجهزه في اختيار طبعاً الالوان طبعا في المركز عندكم في طبعا كل الحاجات دي يعني انا متوفره عندنا على طول، اول ما بتنزل على طول بتجيبوها. انا لا يعني بصي دايما بقول لك يعني بسافر اي مؤتمر حاجه جديده بتنزل، لان انا مؤمن دايما ان التكنولوجيا لا تنفصل عن الطب، صح، هما الاثنين حاجه واحده، يعني ابحاث في التكنولوجيا هي ابحاث في الطب. اوكي، معانا كمان صوره جهاز ده هنا اهو، جهاز الزوم برضه. انا جايب الصوره دي مهم قوي اعرف الناس عن تبيض الاسنان، عشان كتير مننا بيروح لدكتور الاسنان انا عايز اعمل تبيض. ده شكل جهاز الزوم التقليدي، اسمه زوم اللي هو التقليدي خالص، بيعمل التبيض في حوالي ساعه ساعه الا ربع. مشكلته انه بيعمل حساسيه شديده جدا جدا في الاسنان. مرضى كتير ما تبقاش عارفه القصه ديت، اول ما بتخش جلسه تبيض، وكانت بتحصل معانا زمان على فكره، في نص الجلسه لا انا عايز امشي مش قادر، موجوع جدا. فكرتنا ان احنا دلوقتي استبدلنا الله بالليزر، جلسه التبييض بدل ما بقت ساعه بقت الجلسه الواحده خمس دقائق. حته الالم ما بقتش موجوده خالص، وبوصل لنفس النتيجه بتاعت زمان. بس يعني انا كنت سرعه وكمان ما فيش الم بالزبط. او اي انا جايب الصوره دي توضيحيه برضه، انا بحب اعرف الناس صح، لازم يكونوا عندهم فكره يعني بالزبط. طيب معانا مجموعه من الاشكال بتاعت الاسنان ده إيه؟ هنا دي بقى لا دي قصه جديده خالص اسمها سمايل ديزاين. اما حد بيجي يعمل تجميل في اسنانه، كانت برضه من احد المشاكل انه مش عارف شكل اسنانه هيطلع عامل ازاي. بقينا بنعملها عن طريق شويه صور للاسنان. باخد له اقول له الديزاين الفلاني انا عامله، كان هطول لك السنه الفلانيه هقصر لك فيها، حابب يبقى شكلهم عايزهم مدور، حابب شكلهم مربع. برضه بتفرق على شكل الوش. ممكن الاسنان تكون شكلها حلو قوي بس ما تلاقيش على شكل الوش. والستات برضه ليها ديزاين غير الرجاله، والشخصيه الخجوله غير الشخصيه اللي بتضحك جامد. لو حضرتك بتصمم البسمه على شكل الوش بالزبط. مش ان البسمه شكلها الاسنان شكلها حلوه فكي. لا لا ممكن ما تلاقيش طبعاً على الوش طبعا بتاعها. ممكن في بعض الناس تقول لي انا عايزه الديزاين مثلا بتاع الممثله الفلانيه مثلا، عايزه شكل اسنان عاجبني قوي. بقول لها ممكن ده ما يليقش عليكي، بوريها قبل وبعد وفعلا تقتنع. بتركبوا بقى الوش بقى عليها يعني ولا بس بصورها؟ بصورها هي بصورها. يعني حلوه قوي، هي دي الفكره. طيب هنشوف هنا دي صوره للليزر. وده اللي بقينا بنقدر نعمل عنه عمليات تجميل اللثه كلها بدون بنج. يعني اهم حاجه في استخدامات الليزر ان انا كل شغلي بيه، وهكلم لك اكتر عنه كتير جدا يعني. كل شغلي بيه بدون بنج، مفيش حته الحقنه دي خالص، مفيش دم يا دكتور، مفيش الم إطلاقا. مفيش اي حاجه اطلاقا، مفيش وجع في الفرق ما بينه ان كل الحاجات اللي كانت بتتم عن طريق الليزر دي كانت زمان بتتم بمشرط. طبعا كان لا الدكتور شايف بسبب كميه الدم، المريض مش عارف النتيجه اللي حصلت له، انا بقول له بعد خمس ست ايام هنعرف النتيجه تمام، وبيضطر الزياره واثنين وثلاثه لحد ما يوصل النتيجه اللي هو ايه، وانا هو وعايزينها. الليزر كل الكلام ده بيتم في جلسه واحده، ملوش اي مضاعفات او اثار جانبيه خالص. يعني هو الليزر لو عارف انت اكيد يعني الدكاتره البشري والدكاتره الجلديه كل الناس بقت تستخدم الليزر دلوقتي، ليزر امن كتير جدا عن الطرق القديمه. طيب دي كانت اخر تقنيه معانا، عايزين بقى نعرف مشاكل اللثه وافضل برضو الطرق العلاج، لانها بتبقى مؤلمه قوي يا دكتور، مش بقى شكل الاسنان او تجميل الاسنان، احنا بنتكلم حاجه وظيفيه، حاجه تعباني الاثنين. خدي بالك مشاكل اللثه ساعات كتير جدا بتاثر بس. على الشكل كمان، الشكل في بيبقى لونها مغمق شويه بالظبط، في بتبقى طالعه بره فبتدي شكل الضب ده كمان. بصي مثلا مشاكل اللثه الالتهابات كتير قوي من الناس، زي الناس اللي هم الماوس بريسز اللي بينفذوا من الفم، عندهم على طول جيوب انفيه مثلا او المناخير مسدوده، ما بيعرفش يتنفس بطريقه عاديه، تبتدي يحصل عنده زوايد على اللثه. اللثه من كتر البكتيريا، ربنا مش خلق لنا بقنا ان احنا نتنفس منه، كتر البكتيريا بتتكون عن طريق النفس دوت، تلاقي اللثه بتبدا يحصل فيها التهاب بتكبر عن حجمها. نفسيا بتسبب حاجتين، رقم واحد ان في دم بينزل مع الاكل او مع غسيل السنان، رقم اثنين شكلها صعب. تلاقي السنه ابتدى حجمها يصغر واللثه قد كده فوقيه. كان حلها التقليدي ايه؟ ان احنا بنشيل الزوائد دي عن طريق بقول لك بنج ومشرط، نشيل الزوائد دي. عمري ما كنت بقدر اتوقع النتيجه اللي هوصلها، وكان الموضوع بيحتاج زياره واثنين وثلاثه واربعه، وكل مره برضو بحقنه بنج، وكل مره بيبقى فيها تعب وادويه ورايح وجاي. دلوقتي عن طريق الليزر بدون الم خالص. طب احنا شايفين يا دكتور ده قبله ده هنا بيفور اند افتر، يعني كان في شويه التهاب عامل لنا برضه ماوس بريسل، يعني كان الحاله جايه لنا بتتنفس من فمها بصفه مستمره، ابتدى يحصل التهاب في اللثه، اللثه زادت عن حجمها شويه. يعني هو زي كاننا بنرسم. يعني اكيد حد لو من المرضى بتوعي شايفيني عارفين احنا بنعمل ايه، وشافوني وانا بشتغل معاهم، ببقى جايب لهم برضو السكرين قدامهم موريهم انا بعمل ايه. هو بيبقى مستغرب ان كل ده بيحصل له وهو مش حاسس بحاجه. مفيش اي الم، مفيش اي وجع، وده بنج مثلا موضعي مثلا؟ بدون بنج خالص. بدون بنج. يعني في بعض الحالات المتطوره قوي لو قلنا حاله صعبه بحط البنج الموضعي اللي هو السبراي. اللي هو زي المنوم ده. لا سبراي مش منوم، لا منوم، لا بنج كلي. مجرد سبراي بس. سبراي بس على المكان. هنا ودي حاله جينجوال بليتشنج. بتبقى اللثه فيها اغماء. ممكن ناس تبقى مولوده بالقصه ديت،
ممكن بعض الادويه بتعمل القصه دي. السجاير مثلا. السجاير طبعا يعني قلت لك كنت هقول لك ده اكبر مثال يعني. بنعمل لها تقشير او بيلينج بسيط قوي زي التقشير الجلد، لان الناس اكيد عارفه قصه ان انا اشيل الحبوب عن تقشير الجلد. نفس القصه بتتعمل في اللثه برضه عند طريق الليزر. دي في جلسه مثلا ولا جلستين تدينا الشكل اللي احنا شايفينه الشكل الطبيعي؟ في الحاله ديت كانت خدت جلستين. جلستين بس نوصل لده؟ جلستين. حتى لو هي غامقه قوي كده يا دكتور يعني؟ اه لا لا لا, 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 لا احنا بنجيب نتائج يعني بتشيل كل البيجمنتس خالص او الصبغات اللي في الاسنان. والجلسه مدتها قد ايه؟ الجلسه والله من حوالي من 5 ل 10 دقائق ماكسيمم يعني. نوصل كده دكتور ده هايل يعني. ما هي ما فيهاش لا بقول لك الموضوع بقى عامل زي السحر يعني فعلا الناس بقت مستغربه. الالم طيب ده برضو قبل وبعده شايفين هنا دي بقى حاجه اسمها الجامي سمايل اكيد شفناها. دي وحشه جدا. اه اللي هي الضحكه اللثويه بنشوف ناس تضحك تلاقي اللثه عندها باين قد كده. صح. علاجها ايه؟ حاجه من الاثنين. عن طريق الليزر ان انا مثلا ممكن بطول الاسنان شويه فاللثه ما تبانش قوي. في حاله زي دي بنستخدم تقنيه اسهل كتير قوي بدون قصه ان انا احتاج ان انا اشيل اللثه لو ناس بتحبش بالظبط. والله بوتوكس برضه. بالبوتوكس بننزل الشفايف بنرخيها كده شويه. مع الوقت العضلات بترتخي خالص بنتعود ان دي هتبقى شكل ابتسامتنا الطبيعي. طيب دكتور بتجددها يعني البوتوكس احنا عارفين مدته 6 شهور مثلا لسنه؟ البوتوكس حوالي من سنه سنه ونص. الفكره ان انت مع الاستمراريه على طول الحقن المستمر بيبتدي العضلات ترتخي لوحدها. بصفه بقى شبه دايما مع الوقت يعني بتحتاج كذا زياره عشان اكون صريح معاكي، بس بتوصل للنتيجه. خدي بالك البوتوكس ميزته ان هو امن وبوصل للنتيجه اللي انا عايزها من غير قصه ان انا دخلت في عمليه ونتائجها مش عارفه هتبقى عامله ازاي. دي حقنه بسيطه جدا خلاص العضلات بتتحرك بتاعه الاسنان والنتيجه بتاعتها بتظهر تاني يوم على طول، مش محتاجه برضو شهور او حاجه عشان اشوف النتيجه. مفيش انتفاخ مثلا او اي برضو اثار جانبيه احمرار او اي حاجه؟ مفيش خالص، بنشوف المنظر ده على طول. اطلاق. طيب دكتور احمد كلنا بنحب شكل ابتسامتنا زي ما انا قلت تكون جميله يعني سواء رجال او سيدات. سمعنا كتير قوي عن الهوليوود سمايل واحنا عندنا هوس بالنجمات والنجوم خصوصا بقى يعني امريكا واوروبا طبعا غير يعني جايه لك كلمه جايه لنا من هوليوود. من هوليوود كل الناس بتتفرج على افلام هوليوود سنانهم بصراحه بيبقى يعني مظبوط يعني. شفنا مجموعه صور مع حضرتك قبل كده كمان قبل وبعد الفنانين يعني شفنا كان شكله بيبقى عامل ازاي ويتغير خالص بالزبط. يعني ما هي للاسف بصي الفكره الناس كلها اللي بيثبت في دماغها شكل النجم ده بعد ما خلاص بقى بيحفظوا شكله كده موفي ستار لكن ما شافوش شكله زمان. احنا بقى جبناهم الناس في ناس كتير ومعتقده كده لا بتقول لي اصل الناس بره عايشه لايف ستايل احسن مننا دول عايشين مش عارف ظروف احسن عشان كده سنانهم حلو. لا طبعا الفكره كلها هم ورا كل واحد منهم دكتور سنان شاطر بس كان متابع معاه. هوليوود سمايل معنى الدارج زي ما بقول لك من هوليوود يعني ايه بكل بساطه الهوليوود سمايل يعني اسم دارج للسمايل ميك اوفر ان انا عايز اغير في شكل الاسنان بتاعتي. الموضوع ده هل هو تجميلي بس؟ لا انا عايز اقول ان هو تجميلي وطبي. في بعض الناس اعتقد ممكن تكوني شفتي منهم تلاقي عندهم تسوس في الاسنان من قدام. شفت المنظر ده انا كتير جدا وبيجي لي كتير في العياده منهم. هل القصه دي انا بعمل لهم اللي هي القشره التجميليه ديت هل بعملها لهم التجميليه بس؟ لا بعملها طبيه بتحملهم سنانهم. وبتملى لهم على التسوس ولا لا؟ طبعا بتعالج طبعا. لا بنعالج طبعا التسوس لازم تبقى السنه صحيه 100%. بعد كده بنحط عليه القشره التجميليه تبقى زي كفر حمايه كانك جايبه كفر لعربيه جديده انت شاريها. نفس القصه بالظبط انا بحمي اسناني تمام. في بعض الناس تقول لي لا انا عايزه شكل اسناني زي ما هو مش عايزه اغير في حاجه يعني هستخدمها الشق الطبي بتاعها بس. بعض الناس الثانيه لا انا عايزه اغير في شكل اسناني لونها مش عاجبني شكلها فيها تكسر يعني هي بتعالج حاجات كتير جدا. طب لو سنتين راكبين على بعض برضو تعالجها لي القشره التجميليه ولا لا؟ بتتعالج بالقشره التجميليه في بعض الحالات وبعض الحالات ما ينفعش حسب برضو الحاله يعني. بصي الاهم حاجه في قصه تجميل الاسنان حاجه اسمها الكيس سيلكشن اختيار الحاله. ما ينفعش حد حالته ما تنفعش وادي له انطباع وهمي انت حالتك تنفع. طيب. وانا جالي حالات كتير في العياده برضو من 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 بعض المراكز عملوا لهم تحضيرات لتركيبات في حاله ما تنفعش اصلا يتعمل لها تجميل. فهي اختيار الحاله ده اهم حاجه. وبيختلف طبعا حسب الخطوره نفسها بالزبط. او المشكله ايه بالزبط. طب حضرتك دلوقتي يا دكتور شوقت كل المشاهدين هوليوود سمايل عايزين يا دكتور نشوف الهوليوود سمايل دي بتتعمل ازاي يعني لو معانا حتى مجموعه صور ممكن نشوفها لان ناس كتير بتسمع عنها واشمعنى دي يعني اشمعنى الابتسامه دي اتشهرت قوي قوي يعني ليه مثلا مش في الصين مثلا مش مصر لا هوليوود لا سمايل. انا بقول لك والله دايما وبقول يعني احنا ممكن نعمل ايجيبشن سمايل واحسن من هوليوود سمايل مليون مره. دي يا دكتور بنعملها والله المفروض تعملها بقى طلعها بقول لك والله يعني انا اللي عايز اقول للناس حته ان انت لازم اسافر بره عشان اعمل سناني لا دي ما بقتش موجوده. التكنولوجيز والتقنيات والخامات المستخدمه في امريكا وفي اوروبا وفي دبي وفي لبنان كل الحاجات دي بقت متوفره عندنا وبنشتغل بيها في مراكزنا. قصه الهوليوود سمايل ازاي بتتعمل؟ في منتهى البساطه بتبقى اول جلسه بناخد شويه صور
بنعمل سمايل ديزاين اللي هو الديجيتال اللي انا وريته لك، اللي هو بنختار شكل السنان عايزاها تبقى عامله ازاي، بنصممها على شكل الوش بالظبط. واوريكي بيفور اند افتر، يعني انت بتختاري بيبقى ليكي مثلا ارائك وانا ليا ارائي، وفي الاخر بنوصل لحل وسط نقول هو ده شكل الاسنان اللي عايزينه. تمام. فبعض الحالات بيبقى اسنان محتاجه تحضير بسيط او تخشين بسيط للاسنان، في حالات تانية مش محتاجه خالص، يعني مجرد بس باخد مقاس. اللي عايز اقوله برضو الناس كل ده بيتم من غير حقن البنج خالص، يعني معنى كده ان مفيش الم برضو، مفيش الم خالص. يعني طبعا لو في الم هندي بنج، بس هي في 90% او 95% من الحالات مفيش الم تماما. أوكي. بناخد المقاس بتاع الحاله في خلال 4 لـ5 ايام بنعمل كومبليت سمايل ميك اوفر، القشره دي بتتلزق على الاسنان دي بيرمننت طبعا دايما، عشان في ناس برضو تقول ان هي لا دايما سنة حاجه سنة حلوه. احنا عارفين من مركز بريدج دايما بتدوا ضمان، ده هي ضمانها طبعا، ضمان يعني الضمان بتاعها من الشركه 10 سنين ومن مني مدى الحياه. يعني انا في حالات عندنا الفايلز عندنا في العياده بتقعد بال 15 سنه، لو حد جالي بعد 8 سنين هنجيب الفايل بتاعه واقول له الحاله الفلاني الفلاني، اي حاجه عايز تتعمل او حصل مشكله، معناها ما بتحصلش. لا معناها ممكن تحصل بقى حاجه تانية، يعني ممكن تحصل لا قدر الله حادثه ولا حاجه خبطه ولا حاجه وبيجيلكوا برده. دي الورد، دي الورد، دي الورد. في ساعتها برده الفينيرز دي بتتعدل على حسب اللي حصل وترجع نفس شكلها الاولاني. تمام. طبعا فور فري، مفيش حد بيدفع طبعا، اكيد هي مره واحده وعشان توثقين في المنتج. بالظبط، انا واثق 100% من الخدمه. طيب دكتور، التركيبات الثابته ومشاكلها كتيره قوي، يعني حد عايز مثلا يركب درس او سنه او حاجه بيبقى مشاكلها كتير حتى لو ثابته ومتحركه، يعني نتفادى المشاكل دي ازاي وعلاجها ايه؟ بصي انا بحب انشر دايما، بره بقى في شق جديد من طب الاسنان اسمه، يعني جايز في مصر لسه ما انتشرش قوي، اسمه هوليستيك دنتسري، مهتم بان كل الحاجات اللي تتحط بداخل الفم تبقى صحيه 100% لكل اعضاء الجسم، ما تتفاعلش مع حاجه، ما تتفاعلش يعني. يعني بره في عيادات الهوليستيك دنتسري ان شاء الله احنا هنبقى من اول المراكز المتخصصه فيه ان شاء الله، انه منعوا التركيبات المعدن، منعوا الحشوات اللي هي المعدن الامالجم او اللي هي البلاتين بنسميها بالعربي، وجدوا الحاجات دي مضره جدا جدا جدا، وبتحصل منها تفاعلات مع الاكل ومع الجسم، بيحصل منها مشاكل كتير جدا. التركيبات المعدن دايما مهما كانت معموله اكيرت او مظبوطه 100%، رقم واحد جماليه شكلها سيء جدا، عمرها ما بينفع حتى لو المعمل شاطر جدا، حتى لو دكتور شاطر جدا، عمرها ما بتدي الشكل الطبيعي بتاع الاسنان. ليه؟ المعدن مط، اسناننا الطبيعيه شفافه، اما بنيجي نحط عليها ضوء بتعكسه. لكن تركيبات المعدن نفسه بيجي عليه الضوء بيمتصه كله. عمر ما يعني اكيد الضوء ما بيخترقش المعدن، ما بيخترقوش دايما الاسنان العاديه، دايما تلاقي شكلها واضح حتى لو لسه معمول النهارده. غير كده مع الوقت وجدوا من تحت الميكروسكوب المعدن سطحه خشن، ولازم يبقى خشن عشان يتلزق عليه اللي هو طبقه البورسلين اللي من بره. السطح الخشن دوت بيؤدي لتراكم الاكل عليه ولو بصفه بسيطه قوي. مع الوقت شهور او سنين تلاقي اللثه ابتدت تبعد عن المكان اللي كله تراكم الاكل ده، ابتدى يتكون جير، ابتدى يحصل فرق ما بين التركيبه واللثه نفسها. بنشوف المنظر اللي انت شايفاه معانا صوره. نشوف دي مشكله طبعا، تلاقي بصي شايفه الفرق ما بين اللثه والتركيبه نفسها. تحسي لا باينه يعني. صح. اي حد من بعيد كده ودي تلم بقى اكل وتسوس طبعا طبعا، بتعمل ريحه في الفم، بتعمل بتجمع اكل، شكلها غير مقبول بالمره. يعني اللي بنعمله ايه دلوقتي؟ بقينا بنغير التركيبات طبعا، بنفكها، او ما بيجي لي مريض بالشكل ده بفك له التركيبه اول حاجه. بنعمل له تركيبات من ماده جي اسمها ايماكس، دي وجدنا ان هي كومباتبل جدا جدا مع جسم الانسان، ما بتتاثرش مع الاكل، شكلها زي شكل الاسنان الطبيعيه بالحرف. يعني الصوره دي على فكره في تركيبه راكبه فيها، طلعيها لي انت يعني. ممكن اطلعها اشوف كده اختبار كده؟ لا ولا هعرف طبعا، لان كل الاسنان شكلها واحد. هي معموله على الثلاث اسنان اللي في الجنب اليمين، اللي في الجنب اليمين، اللي في الجنب اليمين. لا مش باينين خالص. ما هي بقول لك ان مفيش فعلا مسافه او سبيس مفيش سبيس، ونمره 2 شفافه زي الاسنان اللي جنبيها وبنفس لونها. اللي عايز اقول لك اللي ساعدنا فيها برضو الجهاز اللي هو سبكتروفوتوميتر، بقول لك عليه. اللي اخترنا بيه لون السن، لو السن فيها يعني الحاله دي مش عايزه تبيض، هي عايزه شكل اسنانها نفس اللون. لا دي هنا هو بس كان عندها تركيبه قديمه طبعا كان شكلها صعب جدا، قالت لي عايزه اشيلها وعايزه ارجع اسناني تبقى طبيعيه. فكل عملنا احنا فكينا التركيبه الجديده، عملنا تركيبه مش باينه خالص يا دكتور ان شاء الله يعني. طيب دكتور، يعني حضرتك طمنت ناس كتير قوي كانوا ممكن يتعرضوا لمشاكل التركيبات الثابته والمتحركه، وشفنا الفرق بين التركيب اي كلام يعني والتركيب اللي احنا ما نعرفش نطلعه او مش فيك او مش باين. هو ده هدفنا في ده اهم حاجه، اي دكتور تجميل الاسنان ده هدفه ان هو اصلا حاجه لو دكتور حتى مش عارف يطلعها يعني، لو لازم دكتور لازم اشعه، لازم اشعه، لازم اشعه. طيب شايفين قبل وبعد؟ طب نشوف الصوره دي كمان يا دكتور، شايفين طبعا السنه دي حاجه عندها بس الديسكالوريشن في الاسنان، اصفرار اصفرار في الاسنان. نمره 2 كان عندها بتقول لي حاسه ان شكل الاسنان غريب شويه، سنه مثلا في الجنب تحسي شكلها عامل زي الناب اللي هي تاني سنه من بعد النص.
فقالت لي عايزه شكل الاسنان الرصه الطبيعيه خالص وعايزه افتح لها. دورتها لها شويه بالظبط. خلينا شكل الاسنان اللي هو الطبيعي، عندنا سنتين في النص، بعد كده بعديهم الناب، بعد كده البري مولرز او اللي هي الاسنان القواطع. حلو جدا، لونهم حلو جدا وطبيعي وفعلا شفاف، يعني لو كله كل التركيبات اللي بنعملها بتبقى شفافه. لازم طبعا. طيب دي بقى مشكله هنا هيفي سموكر. هنا اهو كان في تراكم شديد جدا من الصبغات على الاسنان. نمره 2 كان في انحسار للثه، اللثه كانت طالعه لفوق بسبب الانفلاميشن او الالتهاب الشديد قوي بتاعها. هنا هو غيرنا لون الاسنان بس مش قوي، يعني درجه الاسنان دي درجه اسنانه الطبيعيه قبل ما يبتدي التدخين. بس شلنا من عليها قصه الصبغات دي. ده قد ايه دكتور يحصل لها؟ لان القصه دي كلها خمس ست ايام. خمس ست ايام تبقى اول جلسه بنحتاج نعالج الاسنان كلها، نشيل من عليها الصبغات، ثاني جلسه بنستلم القشره اللي بتتلزق عليها. كويس قوي. طيب معانا كمان صوره قبل وبعد. هنا دي كان في تسوس في الاسنان وكان في تاكل في طبقه المينا شديد جدا جدا بسبب العلاج بالكورتيزون. كانت تاخد كورتيزون لاحد الامراض عمل لها تاكل في طبقه المينا، وكان في ضعف شديد في المناعه يعني. هنا شايفين الاسنان مش مظبوطه، يعني تناسق الاسنان. تناسق الاسنان طبعا لا ما كانش كلهم، كان في تاكل، تلاقي سنه طالعه وسنه نازله وسنه طالعه لقدام وسنه ورا. لا يعني عملنا لها الديزاين بتاعها طبعا برضو باختيارها يعني. بصي خدي بالك الاختيار ده مهم قوي، لان في بعض الناس تقول لي انا عايزه مثلا السنتين اللي في النص كبار شويه، زي اللي هي بيسموها البريتش سمايل او ضحكه الانجليز. صح. يعني الموضوع بريفرنس حسب الشخص بيحب ايه او مستريح في شكل ايه. هنا برضو دي حاله لتكسر اسنان شديد جدا وتسوس. تكسر يا دكتور ولا الاسنان اصلا ما بتنموش يعني؟ لا 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 لا, لا ده اهمال. ده اهمال الحاله دي. كانت 100% اهمال، وكانت بتقول لي انا بصراحه شكل اسناني مش راضي عنه، فليه اهتم بيها؟ دي حالات من داخل مراكز بيدج يا جماعه، كل ده. دي كلها مش صور على الانترنت او حاجه يعني. لا 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 كلها. طيب طبعا شايفين هنا ده كان برضو التهابات شديده جدا جدا في اللثه، بس هنا ابقى اكون صريح في الحاله ديت خدت 3 أو 4 زيارات عشان علاج اللثه الاول. لان هي كان عندها مشاكل اللثه لا تعد ولا تحصى، كان عندها التهابات شديده جدا، تراكم لطبقات الجير. كان لازم اللثه الاول نعالجها بالليزر، بعد كده نعمل لها القشره التجميليه. حلوه قوي الصوره في الاخر، يعني هايله بجد. سواء هي طبعا بقول لك بتغير الشكل، بتغير الملامح والوش خالص يعني. طبعا. لا تسلم ايدك يا دكتور، ربنا يخليك. احنا واثقين جدا في مراكز بريدج. ربنا يخليك. طيب دكتور، تاكل الاسنان مشكله برضو بتواجه ناس كتيره قوي، وبنات بتبقى مكسوفه قوي ومحرجه. شفنا مجموعه من الصور، وفي صوره كمان معانا. هي دي تاكل الاسنان ولا دي قصر في الاسنان؟ لا لا هنا هو لو تلاحظي بصي قصر الاسنان ده لا، يعني لو هي طبيعيه عمرها ما هتلاقي اللون البني اللي هو ظاهر عند حافه السنه دوت. ده معناه ان كان في طبقه مينا طبيعيه جدا بس ابتدت تتاكل. ايه اسبابها؟ اسبابها كتيره جدا. في من احد اسبابها ممكن لو حد عصبي شويه، يعني بتكلم بصراحه شويه، لو حد عصبي جز على اسنانه بالذات بتزيد فتره النوم. مع الوقت الاسنان ما تقدرش تتحمل القوه الجزه ديت لفتره طويله، تبتدي يحصل فيها تاكل في طبقه المينا. ممكن برضو مع تقدم السن طبقه المينا تبتدي تتاكل. ممكن لو حد مثلا برضو عنده نقص في الكالسيوم، عنده في بعض الفيتامينز، تبتدي الاسنان يحصل فيها تاكل. طب علاجها ايه؟ لكل حاله علاجها عشان اكون صريح معاك. يعني في الحالات اللي هي لو حد عصبي او بيجز اسنانه فتره ما هو نايم، دي بنعمل له حاجه اسمها نايت جارد بيلبسها قبل ما ينام، تشيل له العاده دي خالص، تمنعها. وهو نايم بس بيلبسها؟ بيلبسها قبل ما ينام. عشان لو اتك على اسنانه قوي يعني بالظبط الاسنان ما يبقاش في لود نازل عليها، يحس ان الاسنان زي بالظبط نفس فكره كانها كوشن او مخده. بتمنع الاسنان ان هي تحتك ببعضها في وقت النوم. اوكي. رقم 2 بعد ما بنمنع العاده دي خالص بعد 6 أو 8 شهور العاده دي بتكون راحت خالص. نبتدي بقى عايزين نرجع الاسنان دي لوضعها الطبيعي. بالظبط. عايز اطول الاسنان وعايز ارجعها لشكلها الطبيعي. طبعا. طيب التدخين يا دكتور دي عاده سيئه ومنتشره جدا جدا سادات والرجال كتير وشباب كمان في سن صغير جدا. طبعا. تاثيرها على الاسنان كتير قوي، شفناها وشفنا بتعمل ايه. طبعا. الحل ايه دكتور والعلاج ايه لو حد بيدخن؟ ومعانا كمان صوره نشوف يعني هنا ده ديسكالوريشن او تغيير في لون السنه. صبغات كتيره جدا على الاسنان، تغيير كمان في اللثه كمان، في التهابات في اللثه شديده. طبعا علاج التدخين برضو بيبقى علاج كومبلكس شويه، بيحتاج اكتر من حاجه. رقم 1 انا لازم اشيل الصبغات دي كلها. اوكي. رقم 2 اللثه مثلا لو فيها تغيير في اللون انا لازم ارجع اللون للون الطبيعي واشيل اي التهابات. طبعا مع نصيحه المريض دي اول حاجه ان هو يبطل. يعني لو ما بطلش وما بيبطلوش دي اول حاجه يعني. بعد كده حسب الحاله والله بشوف النتيجه اللي انا وصلت لها مرضيه ليا وللمريض. اوكي. لقيتها لسه لا الصبغات يعني كانت ديب قوي زي الحاله الاولانيه اللي شفناها. ساعتها بحتاج ان انا احط قشره تجميليه على الاسنان، اعمل بيها ماسكينج خالص للاسنان عن التدخين او النيكوتين او الطرق دي. لو هي عميقه قوي او بقى لها فتره طويله. بالظبط. طب دكتور المريض خلاص عمل وشفنا الاسنان بقت حلوه جدا بعد التجميل، بيرجع بقى هيشرب سجاير تاني، بتاثر على اللون ولا مش في وقتها؟ يعني بتاخد وقت، بتاخد فتره يعني؟ انا مش بقول كده عشان انشر السجاير ولا حاجه، بس هي ما بتغيرش لونها.
لونها تاخد وقت يعني. لونها بيفضل ثابت بس برضو نكون صراحه، لو حد بيشرب سجاير هيفي سموكر، بيشرب علبه ولا علبتين وحط القشره التجميليه وما بيغسلش اسنانه وما فيش كمان اهتمام بالاسنان، ساعتها لا ممكن لونها يتغير. دكتور احمد انا بشكر حضرتك جدا ووقتنا، استفدنا من حضرتك جدا، ومراكز بريدج دايما بتعودنا على كل ما هو جديد في عالم تجميل الاسنان. بشكرك جدا. كان منورنا في الاستوديو الدكتور احمد السباعي، اخصائي تجميل الاسنان وايضا عضو رابطه الاسنان بالولايات المتحده الامريكيه وعضو الجمعيه الامريكيه لتجميل الاسنان. احنا كل يوم معاكم من السبت الاربعاء، ما تنسوش القعده من 1 صباحا وايضا من 7 صباحا. كنت معاكم انجي علاء، الى اللقاء.